إنها عائلة لن ترغب في التعرف عليها بتاتا. لا تدعوا مظهرها يغشكم، فهذه العصابة لا يمكن التنبؤ لها، وهي عنيفة وقاتلة. ذكر واحد يزن 226 كيلوغراما من العضلات فقط، وهو حامي المجموعة. هو يحكم مجموعة من الإناث، مهمتها الصيد. في هذه العائلة يأكل القائد أولا. لا تتوقف العائلة عن الحراسة، فالجواميس أعداء خطيرون، والتدافع قد يقتل أصغر الأسود. المجموعة مكان خطير لتربى فيه، فأشبالها ليست جاهزة للحقائق الوحشية التي تسود حياة العائلة. فشبل واحد من بين خمسة يحيا حتى عمر السنتين. أما بالنسبة للذكور فإن الحظوظ أسوأ من ذلك، لكن على الأم أن تأكل. لهذا فهي تترك أشبالها من دون حماية. إن تجولت في مكان قريب من مجموعة أخرى فقد تقتل أشبالها. لكن مساحة موطنها خطيرة أيضا. فالأسود الصغيرة فضولية، إنها ترى جيرانها المولودة حديثا وبالطبع ترغب في اللعب معها. إن بقي الصغار بالقرب منها فسيكونون بمأمن من الخطر. بعمر لا يتجاوز الأشهر على هذه الأشبال تعلم الكثير. يجب عليها إتقان المهارات التي تسمح للعصابة بأن تبقى الأقوى. قريبا ستصبح هي أيضا من القتلة.